فرنسا ولا دول متعددة غير فرنسا عربية أو أجنبية عم تظهر عاطفة وعطف وتنصح. أما القرار يبقى قرار لبناني. نحن نتذكر إجا وقت أمريكا وسوريا واثنين كانوا مؤثرين بلبنان سموا خير الظاهر. نعم. طردوا عم خير الظاهر. شو كان النتيجة؟ كان النتيجة زيادة بالدمار وزيادة في التروجة. فنحن دائما صبينا عريقين بتكرار الغلط. أنا بقول برأيي الشيء المقبول هو المعقول. استعرضت كمراقب استعرضت كل المواقف. الرئيس بري طرح حوار وطني وحط له فترة زمنية محددة أسبوع وقال بنتيجته بمشي بانتخابات مفتوحة بدون أي شروط. نعم. بدون أي شروط. بديهيا إنه وقت اللي بيكون في حوار مجلس النواب بده يكون برئاسة الرئيس بري. حتى وقت اللي رحنا على جنيف وعلى لوزان أنا حضرت فيه كان الحوار برئاسة رئيس جمهورية أمين جميل. مضبوط الحكي ولا لا؟ مين بترأس الحوار؟ طيب كلمة حوار طلعت ثقيلة على السمع. حوروها قالوا تشاور. شو اللي بيمنع؟ نحن بدنا نحل مشكل ولا بدنا نزيد المشاكل تعقيد؟ عم نحكي بالمنهجية الطروحات اللي انطرحت. في آراء كتير سمعناها بس بدنا نشوف مين اللي عم يطرح طرح مقبول ومنطقي. وليد جنبلاط صاحب التجربة الكبيرة يلي صار مبضع تشاور مع الدول العربية والأجنبية له 47 سنة بالعمل السياسي مرق عليه كل الأمور. ماذا نصح؟ نصح بالمرونة. قالوا بميشيل معوض مشي بميشيل معوض. قالوا بجهاد أزهر مشي بجهاد أزهر. لقاها مقفلة قبلها طرح أسماء تانية غير ما غير موقفه غير السيناريو. ليه؟ مشان الوصول لرئيس الجمهورية. هي القصة بس انتخاب رئيس الجمهورية في عنا مشاكل كثيرة. طيب استاذ توفيق يعني هو الحل بالحوار. بالحوار. طيب بس ما في عندك كمان اطراف مسيحيه تقول بانه من يراس الحوار هو رئيس الجمهوريه، هيدي صلاحيه رئيس الجمهوريه وليس صلاحيه مجلس النواب ورئيس مجلس النواب. وعندك كمان حتى الدكتور جعجع عم بيقول انه ما راح يعطي للرئيس بري صلاحيات مش لإله. اولا سمير جعجع ما بيملك لا يعطي. حتى الجلسة يلي أخذ فيها العفو كانت برئاسة الرئيس بري، تذكرها هيدي. بس هو الرئيس بري مش بحاجة لتقديمه لسمير جعجع ليستحق إنه يرأس الجلسة. اليوم الرئيس بري رئيس الهيئة التشريعية منتخب بمجلس النواب بيمثل طرف سياسي. آخر شيء هو رأس السلطة التشريعية. طيب بس كمان الدكتور جعجع هو طرف مسيحي وضنين على صلاحية رئيس الجمهورية. معلش مش مؤتمن هو على مش هو الوحيد المؤتمن. أولا ما في شيء اسمه مسيحي في وطن. مش هو المؤتمن على مصلحة الكيان اللبناني. الكيان اللبناني هذا البلد من هورة الاستقلال كان في ناس مثل سمير جعجع وقفوا رياض الصلح ماشي
بعملية الاستقلال، وفي طرف مسيحي كان رافض الاستقلال. وقت وصلوا العقدة هوية لبنان، كانوا عربي ولا غير عربي؟ لا، لا يتأخر الاستقلال، حينلغى الاستقلال، حنلغى تحت الاستعمار مشان هاللفظة. بدها وقدرة تايدين الصلاح لقوا لهم حل، لبنان ذو وجه عربي. بقينا أكثر من 50 سنة، راح 100,000 قتيل، كسر البلد. لرحنا على الطائف، طلع لبنان عربية الهوية والانتماء. هلأ طيب هيدا ما بيصير. رحنا على الجامعة العربية، ميثاق الجامعة العربية، كيف تتخذ القرارات؟ بوجود عبد الحميد كرامي مع هنري فرعون، عطل يومين برئاسة مصطفى النحاس باشا بإنشاص. يعني هالطريقة هاي قدرتهم على التعطيل، هيدا مثل ام الصبي، اختربوا ام الصبي، انه بنذبحه منطير البلد كلياتها انه ما بيقبل سمير جعجع. طيب سمير جعجع قبل ميشيل عون، قبل ميشيل عون، لوين وصلنا؟ عايش اتفقوا ميشيل عون بالعلن مصلحة البلد، بالباطن المقاسمة. على ايه اختلفوا؟ على القسمة، هالوظيفة لي وهالوظيفة لها، كلياتها مصالح شخصية. طيب بس حاجة بقى يلاقوا حجج ويلاقوا مبررات.